أعزائي، نلتقي اليوم في حلقة تحذيرية جديدة في مخالفات البناء. في البداية أحب أقول اللي ملوش محضر مخالفة أو اللي صدر له حكم بالبراءة أو حكم بالغرامة حتى ولو كان دفع الغرامة، ده ما ينغنيش عن إنك تقدم ملف تصالح عن مخالفة البناء اللي أنت ارتكبتها، وهنوضح ده في الآتي. النهاردة إن شاء الله في موضوع خطير وهام جدا، وفي إطار قانون التصالح في مخالفات البناء بنتحدث عن هذه الموضوعات. لو ملكش محضر مخالفة أو صدر لك حكم براءة أو صدر لك حكم بالغرامة وسددتها فعلا، إيه اللي ممكن يحصل في الحالة دي؟ في الآونة الأخيرة قد صارت خلافات وبعض الحوارات والمشكلات حول مد فترة سداد رسم الجدية من 15/8/2020 إلى 15/9/2020، وفي ظل تأكيد رئيس الوزراء على عدم مد مهلة التصالح ونهايتها في 30/9/2020 وفق القانون 17 لسنة 2019 وتعديله 1 لسنة 2020، حيث أنه اعتقد البعض ممن قام بمخالفات البناء أنه حصل على حكم بالبراءة من محكمة في الجنحة التي تم توجيه الاتهام له فيها، اللي هي في مخالفات البناء سواء كانت قضية تبوير أو قضية تشوين أو قضية مباني. ومهما كان تصنيف القضية وهي جنحة، ومهما كان نوع ووصف البناء سواء كان بدون ترخيص أو غيره من مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها وفق ما سبق شرحه في حلقاتنا السابقة بخصوص قانون البناء، رجعوها لربط المعلومات كما تعود. النهاردة وجب علينا نحن نحذر الجميع، وحذر الجميع ممن ذكرت اللي مالوش محضر مخالف، اللي صدر لحكم بالبراء، اللي صدر لحكم بالغرامة وسددها كمان، بحذرهم جميعا لابد من تقديم ملف تصالح عن مخالفة البناء. فالحصول على حكم بالبراء أو عدم وجود محضر مخالفة أو صدور حكم بالغرامة وسددها لا يعفيك من التصالح على مخالفة البناء. ونوضح ذلك أنه أولا معروف عدم وجود محضر مخالفة هو الشخص اقتنع ان ملوش محضر مخالفة، يعني القانون مش هيطوله، يعني مش هيقدر يعملوا له مشاكل ولا ازالات. طبعا ده على العكس تماما، كما هنوضح بعد كده ان قرار الاداري بالازالة ممكن يصدر في اي وقت، سواء اتعمل لك محضر مخالفة او ما تعملش او براءة او غرامة، كل ده ملوش علاقة بقرار الازالة اللي ممكن يصدر بعد انتهاء مهلة التصالح 30/9/2020. ولكن في جزئية مهمة جدا وخطيرة تداولت في الآونة الأخيرة وترددت على آذاني كثيرا في الوحدات المحلية في تقديم ملفات التصالح، وهو أنا واخد حكم بالبراءة. فأنا عايز أوضح بس جزئية مهمة، إن البراءة لا تعفيك من تقديم ملف التصالح عن مخالفة البناء. ليه؟ لأن البراءة هي براءة في الشق الجنائي في المخالفة، في وقعة المخالفة نفسها في الشق الجنائي فيها، في الاتهام الوارد على المخالفة، هي البراءة واردة على الاتهام الوارد على المخالفة. ولكن المخالفة ذاتها لصيقة بوجود العقار، انت اعفيت من الاتهام بالبراءة، ولكن العقار لم يعفى من المخالفة. مخالفة لصيقة بالعقار، طالما وجد العقار وجدت المخالفة، يبقى لابد من تقديم التصالح عشان كده. ودائما ما اذكر كما ورد في احاديث رئيس الوزراء يوميا انه بعد انتهاء مهلة التصالح 30/9/2020 سيصدر قرارات جديدة بإزالة العقار المخالف، ويعتمد في ذلك على الآتي: أن الجنحة مهما كان تصنيفها في المحكمة لا توقف ولا تعطل القرار الإداري
فجاءت الإدارة أي المحافظ المختص أو المسؤول في ذلك يجوز له إصدار قرار إداري كل يوم بالإزالة عن ذات العين وعن ذات المخالفة، ولو يعطل في ذلك حكم البراءة أو حتى حكم صادر من القضاء الإداري بإيقاف قرار الإزالة أو إلغائه. وبالتالي كان يجب علينا أن نوضح ذلك، لأنه يختلط الأمر على بعض الأشخاص بالوهم أن البراءة حصنته وحصنت العقار من تقديم ملف اتصال، ودول أنا بقول لهم بلاش تعيشوا في أوهام، الحق اركب قطار التصالح للخروج من هذه الأزمة، وحتى تصحح مسارك القانوني كما سبق أن ذكرنا. فهي مهما كانت المخالفة ومهما كان الحكم الصادر فيها لابد من تقديم ملف التصالح. ليه؟ لأن إذا صدر لك حكم بعد انتهاء مهلة التصالح وصدر لك قرار بالإزالة، قيمة الغرامة اللي انت بتوفرها عشان ما تقدمش ملف التصالح مش هتغنيك عن قيمة العقار اللي تم إزالته، فتعجلوا في تقديم ملف التصالح قبل انتهاء المدة. أما بخصوص بقى جزئية هامة وخطيرة، من سددوا غرامة مقضي بها في المحكمة، وأكد على أنه سداد الغرامة، غرامة المباني في القضية المنظورة أمام القضاء لا يعفيك أيضا من تقديم ملف التصالح، ولكن يفيد فقط في حساب الغرامة المسددة من الباقي من رسم الجدية كما ذكرنا في حلقتنا السابقة، راجعوها. أي لابد من تقديم ملف التصالح سواء كان الحكم في الجنحة براءة أو الغرامة، حتى ولو سددت الغرامة الحق قدم ملف التصالح قبل انتهاء المدة. وعلى فكرة أنا بوضح الكلام ده عشان سمعت أقاويل كتير من بعض الناس إن أنا خلصت اللي عليا، ده أنا مسدد الغرامة ومعايا مخلصة ومعايا شهادة من الجدول. كل الكلام ده لا يوفيك من تقديم ملف التصالح، ولكن هو يفيدك في حالة واحدة اللي هو عند احتساب باقي رسم الجدية بتخصم المبالغ اللي انت دفعتها في المحكمة زي ما قلت قبل كده من باقي المبلغ المحسوب عليك في رسم الجدية، بتعمل مخصة بين ده وبين ده، ده اللي بيفيدك بس. ونوايا الحكومة بقت واضحة وجاري منذ عدة أيام عملية القبض على أصحاب المخالفات، وتم فعلا القبض على أصحاب أحكام براءة وأحكام إدانة بحكم غرامة أو حبس وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، وذلك ما تحدثنا عنه تفصيلا في حلقتنا السابقة بشأن التصالح في مخالفات البناء، راجعوا. أعزائي أصحاب مخالفات البناء، أنبهكم وأحذركم جميعا في كل الأحوال لابد من تقديم ملف التصالح. لا تتوهم بأنه لم يتم تحرير محضر مخالفة، لا تتوهم بصدور حكم براءة عن المخالفة، لا تتوهم بقفل باب المخالفة بسداد الغرامة مثلي قيمة الأعمال الصادر بها حكم المحكمة. كل هذا لا يعفيك من تقديم ملف التصالح، وأنبهكم جميعا. وكده النهاردة أنا أكون وصلت لرسالة مهمة جدا قبل انتهاء مهلة التصالح، فاضل بالنهاردة كده 13 يوم على 15/9، إن شاء الله تكونوا لحقتوا وقدمتوا، اللي ما قدمش يلحق يقدم ملف التصالح عشان ينهي مشكلته بسلام مع الحكومة قبل صدور قرار إزالة للعين محل المخالفة اللي هيصدر بعد تأمل التصالح.